ديك 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 تخيل وياي ولو لثواني بسيطة ان توعى على الدنيا وشوف نفسك ببسط اطفال هواي وما تعرف شنو السبب. يكبر بيك الزمن وتبقى تتساءل اني وين، امي وين، ذول اخوتي؟ لا بس انتو اخوان. ابويا وين؟ ابوك موجود بس هذا ابوك، شو راح تعيش؟ ما عندك أي ذكريات ويا أهلك، ما عندك أي ذكريات ويا عائلتك، ما عندك أي ذكريات ويا أمك اللي أنت جزء منها وطلعت من نحشاها. كل ذكريات ما عندك، شو راح تقدر تقاوم هذا المجتمع القاسي، المجتمع اللي ما يرحم أحد؟ شو راح تعيش بلي عمام وبلي خوال بلي أخوة وخوات وأب وأم؟ شلون منو راح يكون يمك إذا تمرضت؟ من يوقف عليك؟ من يغطيك إذا بردت؟ من يوكلك إذا جوعان؟ كل هذه التساؤلات راح تعيشها هذه الطفلة. تخيلها وياي لمجرد ثواني. الآن هي ما تدرك، ولكن الألم قادم لا محال.